وفيما يخص مواجهة آثار التغيرات المناخية وظاهرة القصوى، فإن وزارة الجهاز والماء ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية تساهمان في إنجاز مشاريع كبرى للحماية من الفيضانات، نخص بالذكر مشروع حماية مدينة الدار البيضاء وإقليم نواصر من فيضانات واد بوزكورة بشرطي الأول والثاني بكلفة إجمالية ديال 108 مليون درهم، مشروع حماية جماعة ولاد مراح بإقليم سطات من الفيضانات بكلفة إجمالية تقدر ب 54 مليون درهم. كما أن هناك مجموعة من مشاريع التهيئة المهمة يتم حاليا مناقشتها مع شركاء المعنيين لإخراجها إلى حيز الوجود.